معالي الوزير شريف الو ضيفك. سلام عليكم يا دكتور. الو سلام عليكم يا دكتور. خد يا محمد. سلام عليكم يا دكتور. دكتور شيرين. الو ايوه سامع حضرتك. سلام عليكم. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. مش سامع الصوت يا كابتن عبد الله. كابتن عبد الله مش سامع الصوت. لحظة واحدة، هيتحسن الصوت دلوقتي. سامعني كده كويس؟ لا اديك نمرة ارضي يا ريت تديني نمرة تليفون ارضي بعد اذنك. 2 4 0 5 5 1 5 2. لحظة يا فندم. 2 4. اتفضل حضرتك. 2 4. 2 4 0 5 5 5 1 5 2. 5 1 5 2. بيرن كده عندك؟ ضرب خلاص. ضرب ماشي. ضرب. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله يا عبد الناصر، اهلا بيك. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. استنى خد يا محمد، استنى اكلمك يا دكتور من التليفون الثاني. 02 2 4. اديني الرقم تاني يا دكتور. 2 4 0 2 4 0 5 5 1 5 2. طيب اتفضل يا محمد، اتصل لي من هنا. طب حط السماعه يا دكتور دقيقه وهنكلمك من الكنترول. اتفضل. يلا اطلع بره في البلكونه بسرعه. اتصل بي تاني. كده اشتغل اليوتيوب. هنفرد معاكم بمكالمه للزملكاويه للتاريخ. الو السلام عليكم يا معالي الوزير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ تمام. الصوت بعد ليه تاني يا استاذ عبد الناصر؟ كده كويس. كان كويس. لا كده كويس، هو هيتحسن. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله تمام. لو تكرمت والنبي يا معالي الوزير، وانت من المؤرخين النادرين. انا مش سامع حاجه خالص. طيب سامعني كده كويس؟ احسن، بس انت كنت ما طلبتني قبل كده كان احسن. مش عارف ايه اللي حصل في الصوت. ما لازم اكلمك من الكنترول، كان السماعه كده كويس. اما طلبتني في المكالمه اللي قبل دي كانت الصوت واضح جدا. طب كده سامعني كويس؟ لا نص ونص تشعش كده. طيب عايزين نتكلم عن مباراه 6-0 يا معالي الوزير. افندم عايزين نتكلم عن ذكرى مباراه 6-0 فاروق والاهلي. أنا مش سامع حضرتك بتقول لي إيه. سامعني كده كويس؟ لا مش سامع. طب اتصل بيك تاني. في مشكلة في الشبكة. ماشي لحظة بس. السلام عليكم يا معالي الوزير، كده سامعني؟ ألو. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعني كده كويس؟ لا وفي حاجة غلط عند حضرتك، في حاجة غلط. ده انت كنت الأول المكالمة قاعد. خد نمرة تانية. طب خد نمرة تانية. طب استنى خلاص نكلمه من على الأرض وخلاص يا محمد. 2 4 5 2 4 0 5 5 1 5 2. امسك لي بقى أنت التليفون. ماشي. الو سامعني كده كويس يا معالي الوزير؟ كويس قوي كده. طيب حضرتك النهارده بنحتفل بذكرى فوز فاروق الزمالك حاليا بفوزه على الاهلي 6-0، وحضرتك بشكرك انك انت مديتني بمجموعه صور نادره، ولكن خلينا نسترجع مع محبيك ومحب الزمالك ذكرى هذا الفوز الكبير. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. المباراة دي حضرتك في 2 يونيو 44، يعني موسم 43 44 في كأس مصر. تمام. واخد بقى. أنا بعت لك يمكن الوصف التفصيلي بتاعها في جريدة البلاغ. اللي جاب الأهداف الست أهداف، جاب 3 كابتن حافظ زقلط، والاثنين كابتن محسن السهامي، وجول كابتن عبد الكريم صقر. واخد بال حضرتك؟ تمام. في بقى لبس حصل ان هو الملك فاروق اطلق اسم النادي المختلط، حوله نادي فاروق بعد هذه المباراه. الكلام ده يعني خطا كبير جدا. هو اللي حصل ان في يونيو 41 محمد حيدر باشا طلب من جلاله الملك ان يطلق الاسم ملك فاروق
على النادي المختلط، الكلام ده في يونيو 41. تمام. النادي المختلط كان اسمه نادي المختلط علشان كان مجموعه من جنسيات مختلفه، الاعضاء من بلجيك على شوام على النمساويين على فرنساويين، فهو غير الاسم بقى فاروق. فهو الماتش ده اتلعب وكان اسم النادي فاروق الاول، فحضرتك حتى سوق البلاغ يقول لك فاروق فاز على الاهلي 6-0. وكان قبل كده في 2 يناير 42 نادي فاروق برضو فاز على الاهلي 6-0 في دوري انديه القاهره. وكان قبلها 6 اشهر بقى في يونيو 41 كان اتغير اسمه من مختلط لفاروق، يعني هو لعب فاروق كسب الاهلي 6-0 مرتين باسم فاروق، مره في 2 يناير 42 وكان اطلق فاروق في يونيو 41 في 2 يونيو 44. تمام. فعشان كده في لبس الناس بيطلع يقول لك الناس يعني الناس مش قاريه ولا قاعدين، دي يمكن ده الاهرام كاتبه المقاله عن هذا الموضوع بتاريخ 27/6 بتاع 41. يمكن الاستاذ ياسر دكتور ياسر ايوب كتب هذا الموضوع، كان خدها نقلا من كتابي وثيقه بتاع نادي الزمالك، ان الاهرام كده حتى لو رجعوا الاهرام بتاريخ 27/6/41 هيلاقوا الكلام ده مكتوب، ان انا عامل ملك فاروق اسمه على نادي المختلط باصبح اسمه فاروق النادي فاروق الاول. يعني اذا يعني كان فاروق الاول، ودي كان اول فوز على الاهلي 6-0 في حضور الملك فاروق. لا اول فوز على الاهلي 6-0 دوري انديه القاهره كان حضرتك في يناير 42 في دوري انديه القاهره. في 2 يناير 42 اللي هو في 42، بعديه بسنتين 2 يونيو 44 كسبوا في نهائي كاس مصر 6-0 برضه، اللي هو بيحتفل بذكرى الزملكاويه النهارده. ال 6-0 الاولين بتاع 42 ده كان ضد القاهره، اللي جاب السته كان 2 عبد الرحمن فوزي اللي هو والدي، و2 عبد الحكيم صقر، واحد ده كان ده جابه عمر شندي، وواحد حسن حلمي. صح. لكن السته بتوع النهارده اللي ذكراهم حافظ مين اللي جابهم؟ اللي احنا اتكلمنا فيه عن مجموعه من الامور الخاصه جدا بالعديد من الملفات.